ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، عقد سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اجتماعا تنسيقيا مع المحافظين والجهات المعنية، وتم تكليف المحافظين بالتعاون مع المدراء العامين للمديريات الأمنية للقيام بأعمال المسح الميداني وتحديد المناطق التي سيتم نقل العمالة منها وتلك التي سيتم النقل إليها، وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل موقع. كما تم تشكيل فرق من الضباط وضباط الصف من كافة المديريات الأمنية تحت أمرة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، وتعمل بإشراف من المحافظين، إشراف مباشر المحافظين لتنفيذ تلك التوجيهات. أود التأكيد في هذا الشأن على أن هذه الإجراءات احترازية، الهدف منها هو حماية المجتمع وفي ذات الوقت حماية العمالة الوافدة نفسها، وأود طمأنة الجميع، لأن كان هناك بعض اللغط أو بعض التخوف من أن هذا قد يكون بينهم مرضى. إنما أؤكد أود أطمئن الجميع أن من يتم نقلهم ليسوا مرضى أو مصابين ولا حتى مخالطين، وإنما هم لم تثبت إصابتهم بالوباء ولا مخالطتهم للمصابين، إنما هو كما أسلفت إجراء احترازي وقائي للتخفيف من كثافة السكن، علما بأنه سوف تتم ملاحظتهم باستمرار بما في ذلك إجراء الفحوصات العشوائية بينهم وقياس درجة الحرارة والقيام بأعمال التعقيم في تلك المواقع بصورة مستمرة وحسب نظام معين. نأمل بأن يسهم هذا الإجراء في دعم جهود الحد من انتشار هذه الجائحة، وفي الوقت ذاته سيمكننا من تقديم خدمات صحية أفضل لهذه العمالة الوافدة من خلال هذه المساكن البديلة، والتي سيتم الانتقال لها على مراحل تم اختيارها، حيث تم اختيارها بعناية تامة وتم تجهيزها من قبل فرق وزارة الداخلية بكافة المستلزمات والاحتياجات المعيشية المطلوبة، وسوف يكون هناك إشراف صحي عليها للتأكد من التزام بالمعايير. من هذا المنطلق أود هنا أيضاً أتوجه بخالص الشكر إلى كافة الداعمين والمساهمين من الملاك الذين تبرعوا بهذه المباني لتخفيف اكتظاظ سكن العمالة الوافدة، وهذا الأمر يعكس إخلاصهم في العطاء لوطنهم وأنهم جاهزون دوماً لخدمة البحرين وأهلها.